عزيزي الطالب، إذا قمت بكتابة كلمة السر الخاطئة لتسع مرات متتالية فسيتم حظر حسابك لمدة دقيقة، وعند 10 محاولات خاطئة سيتم حظر حسابك بشكل دائم. في هذه الحالة عليك التواصل مع مديرية تكنولوجيا المعلومات الاي تي في الجامعة عبر الرقم 79101217 للقيام بإعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بحسابك لتصبح 123. عندها يجب عليك تغيير كلمة المرور كما هو مذكور في الفيديو الأول. بالتوفيق.